السلام عليكم. من لا يحبك؟ من يراك سيئا؟ من يراك كاذبا ماكرا ظالما؟ لن يحبك ولن يغير صورته عنك، حتى لو أحضرت له قطعة من الجنة، حتى لو كنت لا تنطق سوى بالقرآن. مع بعض الناس مهما فعلت ستظل محاولاتك كمن يحارب طواحين الهواء، وسينتهي بك الحال متعبا مرهقا من محاولات تصحيح صورتك. لذلك عندما تدرك ذلك في علاقاتك مع بعض الناس، وفر هذا العناء على نفسك وعش حياتك كما أنت، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولا ترهقها بمحاولات الوصول إلى المثالية لترضي الآخرين. وتأكد أن بعض الناس لن يدعوك أبدا، لأنهم يتصفون بالفعل بما يصفونك به، ولن يشعروا بالراحة حتى يصوروا للمحيطين بك أنك مثلهم. لن يدعوك أبدا لأنهم يرون فيك ما ينقصهم، ولا يملكون سواك للتأمل والانتقاص حتى يخففوا على أنفسهم الشعور بالإخفاق والفشل عندما ينظروا لشخص أفضل منه. اتركهم يرونك كما يشاءون. لا تضيع الكثير من وقتك ومجهودك في تبرير قراراتك وأفعالك لمثل هؤلاء. وقتك، تصرفاتك، أيامك هي ملك لك. استغلها فقط فيما يفيدك ويحقق أهدافك، ولا تهتم ولا ترهق بالك طالما كنت متأكدا وحريصا على فعل ما يرضي ربك في المقام الأول وما يمليه عليك ضميرك في المقام الثاني. والله يحفظك ويحفظك.